أرجع مع حضراتكم. دكتور خالد أبو عفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان من شوية أمر بفتح تحقيق عاجل في مريضة في مستشفى شبرمانت في الجيزة تقريبا توفاها الله في أسانسير. إيه الأسباب؟ إيه التفاصيل؟ إيه الحكاية؟ دكتور حسام أبو عفار متحدث باسم وزارة الصحة، مساء الخير. الخير أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك. ايه اللي حصل في الوفاه، حاله الوفاه اللي موجوده في شبرمنت؟ يعني بدايه بنتقدم طبعا بخالص العزاء من الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان لاهالي المتوفاه في هذا الحادث الاليم. الحقيقه التقارير التي وردت للسيد الوزير هي انه في اثناء استخدام المصعد لنقل المريضة بعد إجراء تدخل جراحي في المفصل، المصعد اتحرك وبالتالي أدى إلى أنه جزء من جسد المريضة اتحشر في المصعد وتوفيت إلى رحمة الله تعالى. هل ده بسبب خطأ بشري؟ هل ده بسبب خطأ في الصيانة؟ هو ده الآن في لجنة كلفها الدكتور خالد عبد الغفار لنائب الوزير للحوكمة والمتابعة، بتقوم الآن في المستشفى بفحص كل الملابسات هذا الحادث الأليم ورفع تقرير للسيد الوزير خلال 24 ساعة، بالإضافة طبعا إلى أن جهات التحقيق القضائية والنيابة الآن ونحن نتحدث تتولى التحقيق من الناحية الجنائية في هذه المسألة. دكتور حسام، ما حدش كان معاها؟ يعني هي تثابت كده؟ لا لا، كان معاها أهلها لأن هم كانوا خارجين بعد العملية، فأهلها كانوا موجودين وكان طاقم التمريض اللي بينقلها كان موجود. لكن هي حركه المصعد بقى، هل هي بسبب خطا فني ولا بسبب خطا بشري؟ هو ده اللي احنا بندور عليه. يعني الاسانسير اتحرك وهم وهي جزء من جسمها بره بره المصعد وجزء ثاني من الترولي، يعني الترولي كان نصه جوه المصعد والنص الثاني بره المصعد. ففي دلوقتي تحقيقات، نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور خالد ابو عفار فتح تحقيق نتكلم على اداري غير الجنائي. اه بالضبط، التحقيق الجنائي تتولاه النيابه وهي ونحن نتحدث يجري التحقيق الان من جانب الجهات القضائيه والنيابه العامه، بالاضافه لتحقيق اداري برضه والعمل على توفير كل ما تحتاجه النيابه من ادله ومستندات وتفريغ الكاميرات للوصول الى المتسبب في هذا الحادث الان. طيب دكتور حسام، عندنا بصراحه حاله يعني لازم نقولها بشكل واضح. السودان بقت عندها وباء كوليرا، وبقى عندهم وفيات حوالي 300 واحد تقريبا اللي تم الإعلان عنه لحد دلوقتي حسب أرقامهم، وعندهم حوالي أكتر من 15,000 إصابة حتى الآن أيضا طبقا لأرقامهم الأولية. ماذا عن حالة الوباء كوليرا في السودان والناس رايحة جاية؟ إيه الوضع؟ يعني هو الحقيقة منذ بداية الأزمة السودانية وهناك تشديد كبير من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة للتعامل مع الأحداث الصحية الحادثة في السودان. هيك تعلم السادة المشاهدين أن المتسبب الأساسي للكوليرا هو وجود تلوث في مياه الشرب وفي الأطعمة، ده بيؤدي إلى انتقال البكتيريا المسببة للكوليرا عن طريق الماء الملوث أو الماء الغير نظيف، وبالتالي بيصاب الإنسان بالكوليرا اللي أعراضها هي الإسهال الشديد والجفاف وممكن تؤدي لا قدر الله إلى الوفاة إذا لم يتم علاجها. فإحنا في عندنا رفع لدرجة الاستعداد على المنافذ وخاصة المنافذ المرتبطة بشكل مباشر، المنافذ البرية والمرتبطة بشكل مباشر مع القادمين. بتكلم على أرقين وقسطل على حدودنا الجنوبية. قسطل وأرقين بالضبط. بالإضافة للمنافذ الجوية مع المتابعة الحقيقة اليومية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، لأنه زي ما حضرتك عارف المشكلة الآن لم تعد فقط في الحدود الجنوبية، لكن هناك أيضا إعلان لمنظمة الصحة العالمية مرتبط بوباء أيضا منتشر بشكل كبير في الدول الأفريقية وهو الإمبوكس أو جدري القرود أو المعروف باسم جدري القرود. فإحنا عندنا مجموعة من الأمراض التي يخشى من انتقالها بين الدول، وبالتالي تتخذ الدول
وطبعا مصر عندها جهاز ترصد قوي جدا للحد من اي نوع من انواع انتقال العدوى الى داخل الاراضي المصريه والحفاظ على الصحه العامه. الجدري القرود اللي بدأ في الكونغو الديمقراطية ثم انتشر وصل دلوقتي اكتشفوا حالة في السويد، حالتين ثلاثة في باكستان، ماذا عن الوضع حتى الآن في مصر؟ طيب الحمد لله حتى هذه اللحظة لم يتم رصد لا حالات ولا اشتباه في حالات من خلال المنافذ. لا يوجد عندنا الحمد لله أي توطن للمرض. احنا آخر حالات تم الإعلان عنها كانت في سنة 23، هم ثلاث حالات وتم الإعلان عنها بكل شفافية. أنا برضو عايز بس أضع تحت بصر حضرتك وبصر السادة المشاهدين أنه احتمالية، طبعا أنا مدرك أن الناس عندها التجربة الخاصة بالكوفيد والجائحة. الحقيقة احتمالية تحول الجدري القرود أو الإمبوكس إلى جائحة مش مرتفعة وغالبا بعيدة الحدوث، لأنه وسيلة انتقال الكوفيد هي الايربورن او عن طريق الهواء، بينما الجدري الامبوكس ينتقل بالتلامس اللصيق والرذاذ. ومعدلات الانتشار، يعني لو حضرتك الناس تفتكر انه بعد 3 شهور من اعلان منظمه الصحه العالميه انه في حالات كوفيد في الصين، كان متوسط الحالات على المستوى العالم زاد عن 122 الف حاله. بينما احنا النهارده بنتكلم بعد سنتين من الاعلان، احنا بنتكلم في عدد زي ما حضرتك قلت 16,000 تقريبا في الكونغو، وعلى مستوى العالم عدد اكبر من ذلك بقليل. فاليه الانتقال مختلفه. احنا الحمد لله الوضع العام عندنا مختلف، لان احنا النهارده في لقاحات معترف بيها، في علاج موجود في مصر بيه. علاجه موجود؟ هو العلاج موجود، هو مضادات الفيروسات، وده علاج ناجح وناجع وبيتم استخدامه بشكل مناسب جدا. بالاضافه لان زي ما قلت حضرتك كده، مصر احتماليه ان ينتشر فيها المرض ما زالت منخفضه جدا، بسبب ان هو مش من الامراض المتوطنه فيه. طيب لو انا حضرتك بتكلم على جدري القرود، وانا بتكلم ايضا مره ثانيه على الكوليرا في السودان، مدى تاثير ده وخطورته كمان، لان احنا حدودنا مع اشقائنا فاتحين بنستقبل اعداد، وبالتالي مساله الانتقال والعدوى ازاي؟ يعني زي ما قلت لحضرتك كده، هي المساله مرتبطه بالتلوث اكثر منها مرتبطه بالانتقال المباشر. وبالتالي هناك رفع درجة استعداد كثيرة في الترصد والاشتباه للقادمين، بالإضافة لأن احنا شغالين بشكل كبير جدا من خلال قطاع الطب الوقائي على التأكد من سلامة المياه والتأكد من سلامة الصرف الصحي وعدم وجود أي آثار. واحنا الحمد لله مصر خالية من الكوليرا، وآخر حالة كانت عندنا كوليرا كانت في 2006. بعد كده ما فيش عندنا حالات داخلية للكوليرا، كل الحالات اللي تم اكتشافها هي حالات من الخارج، وبالتالي منظمة الصحة العالمية بتعتبر مصر دولة خالية من الكوليرا، لأنه ما فيش فيها حالات موجودة داخلية، وإنما كل ما يتم اكتشافه هي حالات تأتي عبر الانتقال من الخارج. وإحنا شغالين من خلال مواقع الترصد، من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية والحجر الصحي، على رفع درجة الاشتباه، على تنشيط إجراءات الترصد، على المتابعة اللصيقة، على تحديث البروتوكولات وتدريب السادة الزملاء العاملين في الحجر الصحي على كيفية الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بأي نوع من الأمراض الوبائية أو المعدية، وخاصة التي تظهر في دول الجوار. دكتور حسام، منظمة الصحة العالمية قالت أنه جدري القرود حالة طارئ عالمية، وبالتالي أنا مصر أي حد بيجيني من الدول اللي فيها هذا المرض أو هذا الوباء بالإضافة للكوليرا، إيه اللي أنا بعمله كإجراءات؟ يعني ناس جايين، هل بتعامل معهم إزاي؟ بعمل بوقف كل الناس وأخذ منهم تحليل، ولا بدخل الناس وبعدين أتابعهم؟ إيه اللي بيحصل؟ أستاذ أحمد، أنا ما سمعتش آخر تعبير أكتر بعد ما حضرتك قلت إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن حالة الإمبوكس هي حالة طارئ عالمي يستدعي القلق. طيب، إحنا اللي أنا قلته، معلش،
مسألة الكوليرا ثم الجدري، بتكلم على إجراءات اللي احنا بنعملها في مطاراتنا وموانينا للي جاي. هل الناس بعملهم إجراءات مباشرة ولا بيدخلوا بعدين أتابعهم؟ بنعمل إيه؟ لا لا، بيتم عمل الإجراءات في منافذ الدخول. وبيتم رفع درجات الاشتباه، وحضرتك عارف إنه أعراض الإنبوك ارتفاع درجة الحرارة مع البثور والتقرحات التي تظهر خاصة في راحة اليد. احنا رفعنا درجة الاشتباه ومعدلات الشك في خاصة في الدول المتوطن فيها المرض، بالإضافة إلى استخدام الكاميرات الحرارية والاشتباه المباشر. بيتم ده كله قبل الدخول، وفي حال الاشتباه بيتم تحويل المريض إلى أحد مستشفيات الحميات القريبة من المنفذ اللي دخل منه لإجراء الفحوصات التأكيدية. لكن هل بعد ما بيروحوا بيبقى في متابعة من عندنا كوزارة الصحة، ولا بتظهر لو هو في حالة الدخول فقط؟ هل تقصد حضرتك انه القادمين اللي عدوا بدون ما يتم الاشتباه بيهم بيتم متابعتهم؟ نعم يا فندم، بيتم متابعتهم لمدة 21 يوم بعد الوصول. ايوه هو ده، يعني اللي دخل كمان بتابعه لمدة 21 يوم، وهي الفترة التي الحضانة للمرض. طيب امتى انه يبقى الامر خطر، وبالتالي بعمل حظر دخول حتى لو فترة مؤقتة على مواطني بعض الدول في حالة اذا كان الامر تسبب ازمة كبيرة، وخاصة ان الدول النهاردة كلها بتتأهب لاتخاذ اجراءات، ولا ده لسه؟ لا لسه يا فندم، يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد اي تغيير في اجراءات السفر من منظمة الصحة العالمية. هيك عارف ان ده طارئ عالمي، وبالتالي كل الدول الاعضاء في منظمة الصحة العالمية بيتتواصل وبيصدر قرار من المنظمة لتغيير اجراءات السفر. فحتى هذه اللحظة لا يوجد اي قرار من منظمة الصحة العالمية بتغيير الاجراءات المرتبطة بالسفر او وجود اي نوع من انواع حظر. بشكل عام حضرتك بتنصح الناس بايه؟ يعني بتنصحهم بايه؟ يعني كويس جدا ان حضرتك ذكرت السؤال ده يا استاذ احمد، لان احنا من زمان واحنا بنقول ان هناك عادات اكتسبناها في فترة الكورونا هي مش مرتبطة بالكورونا، هي مرتبطة بالصحة العامة والوقاية، ويا ريت نفضل نحافظ عليها ومش مضطرين كل مرة يظهر قلق مرض يثير القلق عشان نرجع لها تاني. التطهير المستمر للأيدي والأصل، عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية، التهوية الجيدة، ارتداء الكمامات إذا كنت مريض أو كنت موجود في مكان مزدحم، كل هذه الإجراءات هي إجراءات مستدامة ينبغي أن نحافظ عليها، لأنها تحافظ على الصحة العامة من كل الأمراض، مش بس من الإنفلونزا الكوفيد، ولا من إنفلونزا الطيور، ولا من الإنفلونزا العادية، ولا من الجدري الخرود، ولا من الفيروس المخلوي، لكن كل الأمراض التي تنتقل عن طريق الرذاذ يمكن الحفاظ على الإنسان باستخدام هذه الأساليب للصحة العامة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام أبو غفار، متحدث باسم وزارة الصحة، سيادة الرئيس.